بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات. درسنا اليوم هو الدرس الرابع في الفصل العاشر. افتح كتابك معي يا شباب، صفحة 153. درسنا اليوم هو التمثيل بالأعمدة. درسنا اليوم هو التمثيل بالأعمدة. ركز معي يا شباب. فكر درسنا اليوم: أجمع البيانات وأنظمها وأسجلها وأمثلها بالأعمدة. يعني أول شيء أجمع البيانات وأنظمها وأسجلها ثم أقوم بتمثيلها بالأعمدة. المفردة الأولى المسح، والمفردة الثانية التمثيل بالأعمدة. درسنا في الدرس السابق يا شباب تمثيل البيانات. أخذنا تمثيل البيانات بعد تنظيمها في جداول بطريقتين. في الدرس السابق أخذنا تمثيل البيانات باستخدام لوحة الإشارة أو الإشارات، اللي احنا كنا بنحول الاعداد او البيانات الى اشارات كما درسنا في الدرس السابق، واخذنا كيف نحول او نمثل البيانات او الاعداد باستخدام الرموز اللي هو التمثيل بالرموز. هذا ما درسناه في الدرس السابق، تمثيل الاعداد او البيانات باستخدام لوحه الاشارات وتمثيل الأعداد أو البيانات باستخدام الرموز. اليوم سنتناول طريقة جديدة يا شباب لتمثيل هذه البيانات بعد تنظيمها وتجميعها في جدول بطريقة التمثيل بالأعمدة. هيا بنا يا شباب نقرأ المفردة الأولى. المسح هو طريقة لجمع البيانات عن طريق، ضع دائرة على هذه الكلمة، عن طريق طرح سؤال أو أسئلة ثم تفرغ هذه البيانات في لوحة إشارات، في لوحة الإشارات. ثم الخطوة التالية أقوم بتمثيل هذا الجدول أو لوحة الإشارات باستخدام الأعمدة. اليوم هو تمثيل البيانات أو الأعداد. درسنا اليوم فكرتنا الأساسية اليوم هو أن البيانات أو الأعداد يا شباب أقوم بتمثيلها على شكل أعمدة. هو ده فكرة درسنا الأساسية اليوم، هي الطريقة الثالثة لتمثيل البيانات بعد الإشارات، تمثيل الإشارات، تمثيل بالرموز. اليوم هو التمثيل بالأعمدة. هو أن المسح، نقرأ تعريف المسح مرة ثانية، هو طريقة لجمع البيانات عن طريق طرح سؤال أو أسئلة. وعرفنا يعني ايش هذه يا شباب، ركزنا عليها في الدرس السابق، اني اسال الطلاب، اسال زملائك ما هي الرياضه المفضله لك؟ ما هي الوجبه التي تحبها؟ ما اللون المفضل لك؟ اي الطيور تفضل؟ ثم بعد ذلك استقبل اجابات الطلاب وهي تمثل البيانات، وافرغ هذه ثم نفرغ هذه البيانات في لوحه الاشارات، ثم بعد ان نفرغها في لوحه الاشارات نقوم بتمثيلها على شكل ايش يا شباب؟ اعمده. هيا بنا يا شباب ننتقل إلى فقرة أستعد. درس سهل وبسيط جدا يا شباب. نظر يا شباب معي. سأل بدر أصدقائه، ها هو مثل ما قلنا يا شباب، طرح سؤال على زملائك، تطرح سؤال على أصدقائك. سأل بدر أصدقائه عن الألعاب، أعطاهم سؤال، ما السؤال يا شباب؟ مثل ما قلنا الألعاب الرياضية المفضلة لديهم، ما هي الألعاب الرياضية المفضلة لديهم؟ ثم بعد ذلك ماذا فعل يا شباب؟ سجل هذه البيانات في لوحة الإشارات. يبقى إذن يا شباب ماذا فعل بدر؟ سأل زملائه أو أصدقائه عن إيش يا شباب؟ عن الرياضة المفضلة لديهم. بعض الشباب قالوا والله احنا نحب كرة السلة، والبعض يحب كرة القدم، والبعض
قال يحب السباحة، وآخر يحبون كرة الطاولة. الآن بعد إجابة الطلاب قام بتجميع هذه البيانات في لوحة الإشارات التي أمامه. كم طالب يا شباب حب كرة السلة؟ 4 طلاب، وتعلمنا كيف نمثلها بالإشارات. إشارة 2 3 4. كم طالب حب كرة القدم يا شباب؟ 10 طلاب، وتعلمنا في الدرس السابق كيف نمثل العدد بالإشارات. كم طالب حبون السباحة يا شباب؟ 7. نعم، ونقوم بتمثيل 7 بالإشارات. كم طالب حب كرة الطاولة يا أصدقائي؟ 6 طلاب، ونقوم بتمثيلها بالإشارات. أحسنتم يا صف ثالث. إشارة 2 3 4، كما اتفقنا الخمس يربط ونكمل 6. الآن انتهينا من المرحلة الأولى، وهي طرح السؤال، طرح السؤال على الأصدقاء أو الزملاء، ثم تجميع البيانات أو الإجابات. فين يا شباب؟ ها 3 في لوحة الإيه؟ في لوحة الإشارات. أحسنتم يا صف ثالث. لازم نفهم يا شباب، أفهم ماذا أدرس. يبقى أول شيء طرحت أنت سؤال على أصدقائك، على زملائك، أجاب عليك زملائك في الفصل، ثم أخذت إجابات زملائك ونظمتها في لوحة الإشارات. خطوة درسنا اليوم يا شباب، ها، كيف أمثل لوحة الإشارات هذه أو هذه البيانات؟ كيف أمثل هذه البيانات، إجابات زملاء الطلاب أو الأعداد هذه بالأعمدة؟ ها، فهمنا يا شباب؟ فكرة سيف درسنا اليوم، كيف أمثل هذه البيانات، إجابات طلابي على سؤالي باستخدام الأعمدة. الخطوة الأولى يا شباب، الخطوة الأولى في حلي، أول شيء رقم 1، أرسم خط أفقي هذا والخط الأفقي هذا. هذا الخط، نظر الرسم الذي أمامك، يبقى هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أرسم هنا خط رأسي كالذي أمامك. الخطوة الثالثة يا شباب، ماذا أفعل؟ أكتب على الخط الأفقي أسماء الرياضة المفضلة، كرة السلة من الجدول الذي أمامك، كرة القدم، السباحة، كرة الطاولة. على الخط الرأسي هذا يا شباب بيكون عدد الأصدقاء، إجابات الطلاب، نقسمها إلى تدريجات، 0 2، ضعف 2 يا شباب، 4 6 8 10 على كل خط. أحسن. ثم أرجع إلى جدولي وأناظر الجدول، كرة السلة يا أصدقائي، أرجع الجدول، كم طالب فضل كرة السلة؟ كم؟ 4. أحسن. أجي عند العدد 4 وأرسم عمود لين 4، هذا العمود الأول. الآن كرة القدم يا شباب، أرجع إلى جدولي وأناظر كرة القدم، كم طالب يفضل كرة القدم؟ نعم أسمعك، 10 طلاب. أحسنتم يا صف ثالث. إذن أطلع مع الأعداد، مع أعداد هنا 0 2 4 6 8 10، وأمشي مقابل إلى كرة القدم وأرسم العمود على كرة القدم إلى 10. واضحة يا شباب؟ سهلة جدا جدا. اللي بعدها يا شباب، الرياضة اللي بعدها السباحة. السباحة يا شباب، كم طالب في الجدول فضل السباحة؟ أحسنت، 7 طلاب، سهلة جدا. طيب يا أستاذي أنا ما عندي العدد 7. أحسنت. أين يوجد 7 يا شباب؟ أسمع الإجابة، بارك الله فيك. أحسنت. 7 يا أستاذي تقع ما بين 6 و8، هنا تكون 7. اكتب كده عندك يا شباب، لازم نوضح المعلومة، لازم نوضح المعلومة. إذا يا شباب 7 تقع في المنتصف ما بين 6 و8، ما بين 6 و8 تقع 7، وأمشي مقابل لها يا شباب، وأجي عند السباحة وأرسم العمود الخاص فيها. بارك الله فيكم يا شباب، أحسنتم. ثم الرياضة التي تليها كرة الطاولة. كرة الطاولة كم طالب فضل كرة الطاولة يا شباب؟ 6. أحسنت. الحين أذهب إلى الخط الرأسي حق الأعداد، 0 2 4 6، وأمشي مقابل لها يا شباب حتى أوصل إلى كرة الطاولة وأرسم العمود الخاص فيها. وبهذا يا شباب أكون استطعت أن أمثل البيانات أو الأعداد في جدول الإشارات
الى التمثيل بالاعمده. بارك الله فيكم. الصف الثالث ننتقل الى الفقره التاليه. يلا يا شباب، فقرة أتأكد أمثل مجموعة البيانات الموضحة أدناه بأعمدة رأي رئيسية. عندك هنا يا شباب الطيور المفضلة، عندي أنواع من الطيور المفضلة، صفحة 154 يا أصدقائي، هذه صفحة 154، صفحة 154 عندك يا أصدقائي. يلا يا شباب ناظر معي، هذا جدول بالإشارات نريد أن نحوله أو نمثله على رسم بالأعمدة الرئيسية. أول شيء يا شباب، أول شيء أنا عندي كم نوع من الطيور؟ عندي الببغاء، طيور الببغاء، الكناري، الحمام. والآن نناظر إلى استجابات الطلاب أو كم طالب فضلها. يلا يا شباب سؤال سهل وبسيط جدا جدا، هنا العدد. يلا يا أصدقائي، كم طالب فضل البغباء يا شباب؟ نعد، 1 2 3 4 5، يربط نكمل 6 7 8. يبقى هنا عندي 8 طلاب فضلوا البغباء. طير الكناري، كم يا شباب طالب فضلوا؟ 1 2 3 4، أكتب 4، أحسنتم. الحمامة، كم طالب فضل الحمامة يا شباب أو اختار الحمامة؟ ها 1 2 3 4 5، نكمل 6 7 8 9، أحسنتم يا صف ثالث يا أبطال. الآن أصبح جدول الإشارات أو لوحة الإشارات عندي جاهزة تماما. الخطوة التالية، يبقى هذه الخطوة الأولى، طرحنا السؤال، سمعنا إجابات الطلاب، سجلنا استجابتهم، عدد كل كم طالب يحب يفضل البغبغاء أو الكناري أو الحمام. الخطوة التالية يا شباب هو تمثيل هذه البيانات او لوحة الإشارات هذه باستخدام الأعمدة. يلا يا شباب مع بعض. أذكرك يا شباب، أذكرك بخطوات الحل. الخطوة الأولى رقم 1 خط أفقي، خط أفقي، هذه خطوات الحل. الخطوة الثانية يا شباب خط رأسي، أسجل عليه أعداد الطلاب اللي يفضلون أنواع الطيور. خلاص شباب، يبقى الخط الأفقي حق الطيور، أكتب عليه أسماء الطيور. والخط الرأسي حق الأعداد، كم طالب حب إيش كل نوع من الطيور. الخطوة الثالثة يا شباب التدريج، اللي هو التدريج الخط الرأسي، تدريج الخط الرأسي، الخط الرأسي، ان انا ادرج الخط الرأسي الى كام تدريج اقسمه. الخطوة الرابعة يا شباب هذه اهم شيء، مهمة جدا، اللي هو رسم او تمثيل الاعمدة. بعد ما حددت الخطوة الاولى والثانية والثالثة الان استطيع ان ارسم الاعمدة بكل سهولة. ركز معي يا شباب، ركز جدا جدا على هذه الخطوات، يا ريت تكتبها عندك في الدفتر، هذه الخطوات مهمة جدا لتمثيل بالأعمدة بطريقة صحيحة. الخطوة الأولى أرسم خط أفقي، الحين بنشوف. الخطوة الثانية خط رأسي، الخطوة الثالثة التدريج، الخطوة الرابعة يا أصدقائي هو رسم الأعمدة. هيا بنا يا شباب نمثل هذا الجدول باستخدام الأعمدة. يلا يا أصدقائي، أنا قلت أول خطوة إيش؟ ها أحسنت، بارك الله فيك، الخط الأفقي، ها هو الخط الأفقي. الخطوة الثانية يا أستاذي، ها أسمعك، أحسنت، الخط الرأسي، بارك الله فيك، ها هو الخط الرأسي. معايا مسطرتي وأرسم على راحتي مرة. الخطوة الثالثة يا شباب أقوم بكتابة الإيه؟ أسماء الطيور. يبقى هنا يا شباب، هنا الطيور، هنا نكتب الإيه؟ أسماء الطيور. وهنا يا شباب هنكتب الايه؟ الاعداد، استجابات الطلاب، الاعداد. ممتازين يا شباب. الحين يا شباب الطيور، عندي كم نوع من الطيور؟ 3. هنا كده يا شباب البغبغاء،
ثم طير الكناري، درس سهل وبسيط جدا يا أصدقائي، ثم طير الحمامة. يلا يا شباب ركز معي. الآن ننتقل إلى الخط الرأسي وهو التدريج. يلا يا أصدقائي التدريج. ها أنا عندي يا شباب إيش؟ ها لا تنسى عندي هنا 8 كما اتفقنا، هنا 8 وهنا 4 وهنا 9. نقسم التدريج يا شباب إلى إيه؟ 2 2. يلا يا أصدقائي يبقى هنا 0 طبعا، 2 4 زود 2 يا شباب 6 8 10. أحسنت. الآن الخط الأفقي جاهز وعليه أسماء الطيور، الخط الرأسي جاهز وعليه تدريج الأعداد. الآن الخطوة التالية أو الخطوة الأخيرة هي رسم خطوة رسم الأعمدة. يلا يا شباب طير البغبغاء، أرجع إلى جدولي، كم طالب فضل البغبغاء يا شباب؟ كم طالب؟ أحسنت 8. خلاص يا أستاذي أطلع على التدريج 0 2 4 6 8 وأمشي مقابل للبغبغاء وأرسم عمود بمسطرة هؤلاء يا شباب على البغبغاء. أحسنت. يبقى هذا العمود الأول يمثل استجابات عدد الطلاب اللي فضلوا البغبغاء وهم 8. الآن ننتقل إلى الطير الثاني. طير إيش يا شباب؟ الكلام. كم طالب فضل طير القناني يا شباب؟ 4. بسيطة جدا جدا. أطلع على تدريج يا شباب، أعد 0 2 4. أهو يا شباب 4 وأمشي مقابل لها لين الكناري ومسطرتي، أرسم عمود على طير الكناري مقابل 4 يا شباب. أهو أنا يا شباب ركز معي، درس سهل جدا يا شباب ما في أي شيء. مقابل 4 وأرسم عمود على يمثل استجابات طلاب الكناري. لو سمحت لو كده أفضل. يبقى هنا 8 وهنا كام يا شباب؟ 4 مقابل 4. الحين الحمامة، كم طالب يا شباب فضل الحمامة وكم طالب اختار الحمامة؟ 9. أستاذي أنا ما عندي هنا العدد 9 على المحور الرأسي، الخط الرأسي ما عليه عدد 9. أحسنت. طب هيا يا شباب 0 2 4 6 8 10، وين التسعة يا أستاذي؟ أحسنت. التسعة تقع بين الثمانية والعشرة، اكتب هنا كده يا شباب لو سمحت، تسعة بينهم بالضبط في المنتصف بين الثمانية والعشرة، وأذهب مقابل لها مع بخط كده إلى فوق الحمامة وإيه وأرسم عمود يمثل استجابات أو الطلاب اللي فضلوا طائر الحمامة. ها هو يا شباب، بارك الله فيكم يا صف ثالث، أحسنتم. وبكده يا شباب أكون نجحت جدا جدا في رسم أو تمثيل الإشارات أو البيانات على شكل أعمدة. أذكر بالخطوات مرة ثانية، كتبتها عندك في الدفتر. أول شيء الخط الأفقي وأكتب عليه أسماء الطيور، الخط الرأسي وعليه أدرج الطلاب، الخطوة الثالثة بعد ما درجت أستخدم جدول الإشارات حقي في رسم الأعمدة بسهولة جدا. بارك الله فيكم يا صف ثالث يا أبطال. الآن يا شباب أنت الآن يا شباب لو سمحت وقف الفيديو بقى الحين لو سمحت يا شباب، إذا سمحت أمامك هذا الجدول البسيط جدا. يلا يا شباب أبغى أنت تمثل هذا الجدول بكل سهولة. ذكر خطواتك بتاع عندك في الدفتر. الخطوة الأولى أنا عندي يا شباب هنا عمر التقديري لبعض الحيوانات، الأسد عمره 10 سنوات، الجرذ عمره 2، الكنجارو عمره 5 سنوات، الأرنب عمره 7 سنوات. من متذكر خطواتك يا ابناء في الدفتر؟ ها أول خطوة أعمل إيه يا أستاذي؟ أحسنت. الخطوة الأولى أرسم الخط الأفقي، أحسنت. أو الخط الأفقي. الخطوة الثانية كتبناها عندنا في الدفتر يا شباب، الخط الرأسي. ها هو الخط الرأسي. الخطوة الثالثة ماذا أفعل يا أستاذي؟ يبقى هنا أسماء الحيوانات. أه يا شباب الحيوانات، هنا أسماء الحيوانات، طيب يا شباب، وهنا العمر بالسنة، العمر. بارك الله فيكم يا صف ثالث يا أبطال. والآن أكتب أنا عندي كام يا شباب نوع الحيوانات؟ عندي 4 حيوانات، الأسد نفس سهل جدا يا شباب، ما في أي شيء، جدول أمامك وتمثله فقط بالأعمدة. الأسد على الخطوات اللي كتبت لك إياها. الجرذ
احسنت. ثم الكنغارو، احسنتم. ثم الارنب. بارك الله فيكم يا شباب، نرسله واضح وبسيط. اكبر عاد هندي كان يا شباب هنا في التدريج، اكبر عاد كان يا شباب، احسنت 10. خلاص اذا انا اقسم 2 0 2 4 6 8 10، اضاعف الاثنين 2 4 6 8 10. خلاص يا استاذ انا كده انتهيت من المحور او الخط الافقي وسجلت عليه اسماء الحيوانات، والخط الرأسي وسجلت عليه الأعداد أو العمر أو الأعداد. الآن الخطوة الأخيرة في السؤال وهو تمثيل الأعمدة وبكل سهولة. هيا شباب الأسد، ارجع جدولك، الأسد كام؟ 10، أحسن. أذهب إلى تدريجي وأجي عند الأسد وأرسم عمود مقابل للعشر. درس سهل وبسيط جدا يا شباب، ما في شيء. وقت يعني 10 للتوضيح. الجرذ كم يا شباب؟ 2، أحسنت. مقابل العدد 2 وأرسم عمود على يمثل العمر حق الجرذ أهو. 2، سهل، سؤال بسيط جدا. الكنغارو يا أصدقائي كم؟ ها، ركز يا شباب، 5، أحسنت. هل عندي 5 هنا يا شباب في التدريج الرأسي؟ ما عندي يا أستاذي. طيب 0 2 4 5 هنا، تقع بين الأربعة والست، أحسنت. يبقى مقابل الكنغارو وأرسم عمود مقابل للخمس. أحسنتم يا شباب. وأكتب هنا 5 كده، عمر كنغارو 5 سنوات. يتبقى لنا من يا شباب؟ الأرنب. الأرنب كم العمر تقريبا حقه يا شباب؟ 7. أجعل التدريج هنا أصدقائي. ها 0 2 4 6 8 أستاذي ما في 7، لا موجود 7 بين في المنتصف بين الست والثمانية. أكتب كده يا شباب لو سمحت، أكتب عندك كده 7 للتوضيح. ثم مقابل للسبع وأجي فوق الأرنب وأرسم عمود يمثل العمر التقريبي للأرنب 7 سنوات. يبقى إذا يا شباب درسنا مرة سهل جدا جدا سهل، هو إن أنا عندي جدول جاهز مجمع فيه الأعداد والبيانات، فيه الأعداد والبيانات جاهزة، وأنا كل اللي أسويه هو أن أقوم بتمثيل هذه الأعداد أو البيانات في صورة أو على شكل إيش؟ أعمدة، على شكل أعمدة بالخطوات اللي ذكرتها لك سابقا، أذكرك فيها مرة أخيرة. أول شيء هو رسم الخط الأفقي ويمثل أسماء الحيوانات، ثم رسم الخط الرأسي ويمثل الأعداد التدريج، ثم الخطوة الثانية هو تمثيل الأعمدة. وبهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح درس التمثيل بالأعمدة. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب. تعليمنا مستمر بهمتكم ونشاطكم وتواصلكم الدائم معنا. دمتم بخير يا أبطال، ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.